شو بيسوي هذا السؤال؟ add new underscore default for واعطيه ايش؟ add. شو بدي المرة هاي؟ بدي المرة هاي انه انا احط grid view هون، اوكي، وارد اضرب مشوار للديفولت العادية، اوكي، ما دام هي موجودة في الحاسب، احكي له حط لي اشي هون اسمه select selection. معناته بس يجي لهون على هاي، بحكي له تعال من هناك هناك وخذ البيانات الشخص هذا، بس وير الامبلوي اي دي يساوي الكويري سترينج للامب اي دي اللي بده يجي من فوق. لا لا ما هذا عادي، امب اي دي. شو بده يصير هسه هون؟ خليني اورجيكم. عندي صفحتين هيك صار، صح؟ صفحة تسلم وصفحة تستلم، هاي تستلم وهاي تبعث. ايوه بس هاي شو بدي اسوي لها؟ للسلكت بدي اسوي دبل كليك عشان اكتب ريسبونس. لصفحة ايش؟ الديفولت فور. بعطيه علامة استفهام اللي هو امب اي دي يساوي ايش؟ يساوي الاشي اللي انا اخترته. طبعا الاشي اللي انا اخترته كب بطيره، نفرض انه كي، ها، نفرض انه متغير اسمه كي. كيف اطوله هسه؟ بعطيه هون string كي ايكوال اللي هو البرايمري كي للجريد فيو، اليس كذلك؟ بحكي له جريد فيو 1 data keys sub 1 sub الاشي اللي اخترته اللي هو selected اللي هو grid view 1 dot selected index. هسه مش قلنا في عندي اكثر من كي بيكون؟ بعطيه هنا لانه ما في غيره. فاهمين هاي القضية؟ الكي اخذ الجريد فيو، لا هاي الجريد فيو، اوكي. الكي هو اصلا معرف، احنا قلنا مش عندنا في داتا كيز، داتا كي نيمز، تذكروها هون حكيناها. امبلوي اي دي، خلص هيك باخذ الكي هو بيبعثه لمين؟ باخذ الكي اي داتا كي اللي هي للاشي اللي انا اخترته، بجيب لي الاندكسر للرو، اوكي، وتجيب لي الكي اللي هو الامبلوي اي دي هاي لانه ما في غيرها، اوكي، دوت تو سترينج، وهون بعت لي. خلينا ننفذها. بس انفذ اختار رائد، كليك عليه ووداني على رائد، وهذا استلم مباشرة رائد. كيف؟ طبعا في كنترولز ثانيات يعني بنلعبوا، بس احنا هون بنلعب على هذا. سؤال يطرح نفسه، هو ابصر مين بده يطرح؟ انه انا افرض، ها، لا هذا عادي، هي ما بتضر هاي، قيمة بين لانه انت بتكون بالصفحات الداخلية، فانه ما حدا بيشوف يعني اصلا الصفحة هاي، ما حدا بطولها اصلا، ما حدا بتعرف على السكيل. هسا خليكم معي في شغلة ثانية كمان. انا هون قاعد اعلمك بس اسلوب انه انت رحت بيجي. لسه في افكار وغير الافكار. لا هون في شغله ثانيه، انه انا افرض النيم نفسه بدي اخليه على شكل هايبر نيم. يعني هون رائد بدي اختار اياد او اختار رائد او اختار اي واحد، بس كليك عليه ويروح هناك. لاحظوا هون بدنا نسولف السوالف اللي سولفت لي اياها قبل شوي، اللي هي ايش؟ ولا ما سولفت؟ اذا بريئين، اذا بريئين ما سولفتوا في النيم، شو سولفت؟ نحولها لتمبلت، ها؟ إذا edit columns للنيم نحول ل convert to template. ها؟ what else؟ بسوي right click و edit name. شو موجود عندي هون؟ label. بشطب الليبل ويجيب مكانه ايش؟ في
الان الهايبر لينك بده تعدي على خصائصه. لاحظ التعديلات ما بتصير من هون، بتصير من هون. اول تعديل هو edit data file للتكست، شو بدك تظهر فيها؟ تظهر فيها الميل. للنافيجيت يو ار ال شو بدك تظهر فيه؟ بحكي له تظهر لي الاي دي. بس انا في عندي قصه ثانيه هون بقى، اللي هي ايش؟ ديفولت. بس قبل الديفولت اللي هي هون الفورمات كيف بدك تشتغل. هي الفورمات مثلا جنرال قيمة بتنزل مكان. شو صار عندي؟ كان اللي بحكي له ديفولت كاس بي اكس على مسمار امبلوي اي دي ايكوال 1. اوكي، هذا من دون لا كور ولا محظور. بعطيه ايش هون؟ اوكي، هسه لما اجي اسوي له ريفرش شو صار عندي؟ بنزله تحت شوف الفرق بين سيلكت. سيلكت هون جافا سكريبت، اوكي بطل على اساس. وهون شو بيطلع عندي؟ خلاص لينك مباشر، مفهوم يا اخوانها؟ اكيد. ما في زي اللي شو اسمه زي ال نيوز ابلكيشن، انه الزر بدي ناخذ نفس الزر بس بقول له روح روح هذاك الزر عليه في الطبعه. كيف كيف؟ بالنيوز ابلكيشن كلها لما يكونوا زرين وشغلتين يشتغلوا اه مشروع في نعمل له ايفنت، هو نفس الشيء اللي بنعمله. لا انا ما عندي، انا هذا لا هذا اصلا هايبر لينك، اصلا هايبر لينك. اه بشتغل هايبر لينك، ليش اربط؟ اذا في عندي امكانيه اربط بالطريقه هاي وايش المانع؟ فهمت كيف؟ ايوه اوكي، هون الوضع.